بعض الشكاوى لو حضرتك كنت بتتابعنا انه الناس بتروح ما تلاقيش حتى دواء او حتى السرنجه بيقولوا لهم هاتوها من بره، ايه الحقيقه يا فندم؟ مساء الخير على اهلا حضرتك بيك. احمد بيه وعلى الساده المشاهدين. اتفضل. الحقيقه انا دايما موجود في مشتول السوق، والاهل تعرف ده كويس، ويمكن كنت هناك اول امبارح بفتتح علاج وحده علاج طبيعي في كفر برش، معموله بالمجتمع المدني، والاهالي مشكورين عملوها واحنا شغلناها. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان المستشفى كان فيها مشاكل بالفعل، لدرجه ان انا كلفت احد الاطباء من اداره المستشفيات باداره المستشفى لمده 3 شهور، خلاص للوقوف على السلبيات فيها. كان عندهم نقص في التخدير، ما اكتفناش بكده، سيرنا قوافل طبيه جراحيه علشان تقدم خدمات الجراحه هناك عشان نتغلب على العجز في التخدير. عملت 107 عمليه بخلاف العمليات اللي هم كانوا بيعملوها، اللي تجاوزت حوالي 900 عمليه خلال 2012. لو ما بيبقى فيه عجز في مستلزمات او الكلام ده، خلاص احنا بنمر بنفسنا ونشوف العجز، وعندنا مخزون استراتيجي موجود، خلاص بنورد مباشره ونشوف الموضوع ايه. لكن عايز اقول لحضرتك بس اتفضل. بالارقام، واحنا في نهايه 2012 وانا مجهز الاحصائيه 19 خلاص لعرض 2019 عشان اعرض على المسؤولين. العيادات الخارجيه مثلا استقبلت في 2012 214 ألف مواطن أخذوا علاجهم بالكامل من المجاني. استقبلت في الاستقبال والطوارئ 63,148 حالة. الغسيل الكلوي 108 مريض بيتلقوا من جلسات الغسيل الكلوي بتاعتهم يوم بعد يوم 15,880 جلسة. قسم العلاج الطبيعي استقبل 12,965 مريض. القوافل الجراحيه زي ما بقول لحضرتك عليها، خلاص احنا سيرنا قوافل جراحيه عملت 107 حاله، حالات ذات مهاره، يعني معموله بالمنظار لاستئصال المراره خلاص وخلافه. عايز اقول لحضرتك ان المنصرف من الادويه خلاص لمشتول السوق سنه 2019 للادويه المجاني والمستلزمات 2,400,000 خلاص، وموجود في الوقت في المستشفى في الوقت الراهن اللي انا بكلم حضرتك فيه، ادويه ومستلزمات تتخطى 250,000 جنيه. كويس. عايز اقول لحضرتك ان مستشفى ان محافظه الشرقيه لوحدها يعني كمحافظه بتصرف ادويه ومستلزمات طول السنه خلاص بما يقارب ال 126 مليون جنيه. خلاص، وده رقم خلاص كبير. المترددين علينا يوميا خلاص على المستشفيات والوحدات لتلقي الخدمات، سواء في الاقسام الاستقبال والطوارئ او اقسام العيادات الخارجيه، يتجاوز يوميا ال 45,000 مواطن، ما بين ان هم بيتلقوا خدماتهم ويصرفوا علاجهم بعد ما ياخدوا الفحوصات او الاشعاعات المطلوبه. عايز اقول لحضرتك ان مستشفى مشتول السوق كمان كانت مشاركه في مبادره فخامه الرئيس 100 مليون صحه. ايوه. وهي كمان وقعت الكشف على 28,884 مواطن، وصرفت علاج للأمراض غير السارية للضغط والسكر ل 1,600 مواطن. قرارات العلاج على نفقة الدولة بخلاف ده كله 100,425 قرار بقرابة 1,331,939 جنيه. كويس. لو ضفتهم حضرتك على الأدوية المجاني يبقى ما تم صرفه من خلال الدولة على مستشفى مشتول السوق 3,806,000 جنيه. كويس. طبعا أي مشكلة احنا ما بنقولش إن الدنيا الوحدات الصحية دكتور هشام، الوحدات الصحية يمكن دي اللي بيبقى فيها المشكلة الأكبر. قرى، أتكلم على القرى أو نجوع اللي عندكم في الشرقية زي ما يبقى عندنا كمان في الصعيد. الحقيقة برضو احنا الوحدات الصحية زي ما بقول لحضرتك احنا موليين الاهتمام بيها. لا، طبعاً حتى في القرى كمان، يعني القرى كمان عندهم خدمات. ألو، القرى يا فندم عندهم خدمات؟ عندهم يا فندم، بقول لحضرتك وعنده، احنا بقول لحضرتك متابعين معاهم، لان بنعد الملفات الطبيه خلاص اللي قاطني هذه القرى تمهيدا لدخولهم للتامين الصحي، واي يعني اي تقصير احنا ما نتواناش فيه. وزي ما قال لحضرتك معالي المحافظ، بنمر الصبح وبنمر الظهر وبنمر بالليل خلاص، وفي اي وقت. وبقول لحضرتك يعني يمكن اهل مشتول السوق يعرفوني كويس، خلاص انا متواجد على طول في المستشفيات،
كمان عايز اقول لحضرتك على ان القوافل الجراحيه اللي احنا سيرناها دي يعني كانت الناس ممنونه جدا منها خلاص، لان كان في وقت فعلا في عجز في التخدير. الوزاره كمان للحقيقه وردت الاسبوع اللي فات ده بالظبط 11 سرير عنايه بمشتملاتهم كامله، مونيتورات والكراش كار والاجهزه الصدمات بتاع ده جهاز الصدمات، ما يقارب ال 2 مليون جنيه ديت بصدد ان شاء الله التشغيل والتجريب خلاص. وعايز اقول لحضرتك ان الوزاره كمان ما اكتفتش بكده، علشان العجز اللي موجود في بعض التخصصات الحرجه الوزاره بعتت لي كمان 5 مليون جنيه للتعاقد مع الاطباء في التخصصات الحرجه خلاص لدعم المستشفيات علشان نقلل التحويلات بين المستشفيات وبعضها. دكتور هشام اولا بحييك وبشكرك مره تانية، وارجو برضو زي ما حضرتك مهتم وبتتابع وزي سياده المحافظ دكتور ممدوح